نحن نعيش اليوم ظرفا مماثلا يحملنا على ان نتكلم عن حقيقه لبنان ونتساءل ايعقل ان نصبح وطن الانحطاط وقد كنا بلد النهضه التي اسسناها ونشرناها في لبنان والشرق والعالم ايعقل ان نمسي دوله التسول وقد كنا دوله الجود والعطاء ايعقل ان نغدو جماعه التبعيه وقد كنا المرجعيه والمثال ايعقل ان لا يميز البعض بين الصح والغلط ايعقل ان نصير مجتمع التناقضات وقد كنا مجتمع التكامل ايعقل ان نضحي شعب القبول بالامر الواقع وقد كنا شعب الصمود والمقاومه لن نقبل بوقف حركه التاريخ والانسان لئلا نفقد مبرر وجودنا الخاص والمميز بكل الخصائص في هذه المنطقه وقد كنا فيها حاله اليقظه والاشعاع فلا يمكن ان نغير الان هذه الحاله وهذا الدور وبين ايدينا مدارس وجامعات ومعاهد ومؤسسات طلاب واساتذه وموظفون وعائلات نحن حركه التغيير حركه الحريه والسياده في هذا الشرق ورواد النهضه السياسيه والفكريه قاومنا حين كانت المقاومه مغادرة مغامره وانتفضنا حين كانت الانتفاضه تقمع ورفعنا الصوت حين صمتت الافواه وصمدنا حين كان المعتدون والمحتلون ممالك وامبراطوريات وسلطنات فليس اليوم سنخضع ونسلم ونستسلم، فما بالنا لا ننتفض وننفض عنا غبار النزاعات ونلتقي في وطن الوحدة في التعددية الثقافية والدينية الذي حققناه معا سنة 1920. يجب ان نضع حدا للامر الواقع الذي يتالم منه الشعب اللبناني ويهمش الدوله الشرعيه ويبعثر وحدتها بين دويلات امنيه ودويلات قضائيه ودويلات حزبيه ودويلات مذهبيه ودويلات خريبه فبقدر ما يتحرك الشعب ويواجه جديا هذا الامر الواقع الكارثي يتشجع المجتمع العربي والدولي لمساعدته وتوفير امكانات التغيير ووسائل الانقاذ وبقدر ما رحبنا بعوده اصدقائنا العرب الى لبنان نتمنى ان يعود اللبنانيون انفسهم الى لبنانهم ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجيه وعن انتماءاتهم الى مشاريع غريبه عن تاريخنا وتراثنا ان انقاذ لبنان بوحدته وتعدديته مرتبط بالتخلي عن الادوار المصطنعه والمستورده وباسترداد دوره الوطني والحضاري وهويته الاصيله وحياده وبالولاء المطلق له وبوحده الدوله وسلطتها وباعتماد اللامركزيه الموسعه وبالسياده والاستقلال وحريه الانسان لقد تهاوت وحده لبنان عندما اصطدمت بتعدد الولاءات والانحياز الى المحاور الاقليميه والانقلاب على الميثاق الوطني قبل ان يكون لبنان كيانا دستوريا وحدودا دوليه ونظاما ديمقراطيه هو هويه شعب تميز عبر العصور بالتوق الى الامن والحريه وبالسعي الى العلم والمعرفه وبالتزام التقدم والسلام وبالتعايش مع الآخر والمحيط، وباعتناق ثقافة الحياد والصمود، وبنسج جدلية روحانية بين الأرض والإنسان، وبعشق التفاعل مع الشرق والغرب، هذه كانت هويتنا الخاصة، الملازمة لوجودنا، من دون انقطاع سواء في ازمنه التحرر والاحتلال ام في ازمنه الحرب والسلام وشكلت مرجعيه العمل الوطني اما الهويات الهجينه التي تسللت الى هويتنا اللبنانيه المتشدده عبر التاريخ فيجب ازالتها عنها وكانها ملصقات وجعل هذه الهويه معيار اختيار النواب والوزراء والرؤساء وسائر المسؤولين عن الوطن من اجل هذه الغايه نراهن مع المواطنين ذوي الاراده الحسنه على حصول الانتخابات النيابيه في موعدها ومن بعدها الرئاسيه فانها فرصه التغيير اذا لم يتنبه الشعب اللبناني الى خطوره المرحله ويقدم على اختيار القوى القادره على الدفاع عن كيان لبنان وهويته وعلى الوفاء لشهداء القضيه اللبنانيه وعلى اعاده علاقات لبنان العربيه والدوليه فانه هذا الشعب نفسه يتحمل هو لا المنظومه السياسيه مسؤوليه الانهيار الكبير ومن حظ لبنان أن التغيير فيه لا يزال ممكنا ديمقراطيا، فلا تعطل أيها اللبنانيون هذه الوسيلة الحضارية السلمية الأخيرة. إن نتائج الانتخابات النيابية تتوقف على المشاركة فيها، فلا يوجد خاسر سلفا ولا رابح سلفا لبنان يحتاج اليوم وكل يوم الى اكثريه نيابيه وطنيه سياديه استقلاليه مناضله مؤمنه بخصوصيه هذا الوطن وبالدوله الشرعيه والمؤسسات الدستوريه والجيش اللبناني مرجعيه وحيده للسلاح والامن وبوحده القرار السياسي والعسكري اما الخطوره الكبرى فهي تضليل الشعب اللبناني فينتخب اكثريه نيابيه لا تشبهه ولا تلتقئ مع طموحاته، ولا تقدر أن تحل أزماته، فتزيد من عزلته ومن إنهياره. ستكون، لا سمح الله، حالة غريبة أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية. بسبب سوء اختيار الشعب فيضطر لاحقا الى معارضه نواب انتخبهم في غفله من الوعي الوطني يجدر بالشعب اللبناني وهو يختار مؤيد نوابه ان يدرك انه يختار ايضا رئيس الجمهوريه المقبل بل يختار الجمهوريه المقبله ومما لا شك فيه ان مصير لبنان يتعلق على نوعيه الاكثريه النيابيه في المجلس الجديد